اتبسطت جدا بالمشاركه في فيلم موسم حصاد الكاكا، ويمكن الفيلم من اول الاسم شدني، ولما جيت قريته لقيت ان الكتابه مكتوبه بطريقه حلوه جدا، المواقف الكوميديه محبوكه وبتسلم بعض. طبعا الجونرا اللي احنا ماشيين بيها ثلاثه في رود تريب، طبعا الثلاثه اللي موجودين حمزه العيلي، محمود حافظ، محمد ثروت. طبعا حاجه جميله جدا ان انت تمثل مع اثنين انت حافظهم وهم حافظينك، فبالتالي كيميا ما بيننا وما بعض حاجه جميله جدا، والتعاون ما بيننا وما بين بعض ده حاجه بالنسبه لي تبسطني. طبعا الاخراج معتز حسام، مخرج جميل جدا، مخرج قادر على العزف على ادواته زي ما بيقولوا. طبعا انا اشتغلت معاه كذا عمل قبل كده ما بين التراجيدي والكوميدي، فكان ده بالنسبه لي من ضمن المميزات. عموما بشكر طبعا شركه الانتاج ان هي اتاحت لنا الفرصه ان احنا نمثل مع ممثل عالمي زي انريكي، طبعا ممثل اسباني جميل جدا على درجه عاليه من الاحترافيه، فطبعا ده اتاح لنا فرصه ان احنا نتبادل الخبرات ما بيننا وبين بعض. طبعا ده في حد ذاته بيسر السينما المصريه ان وجود ممثل عالمي في فيلم مصري، دي حاجه جميله.